المبتسمات هو عبارة عن مشروع يستهدف الأطفال الفاقدين لمقدمي الرعاية، هم الأطفال الأيتام، في عملية تعليمية وعملية دعم نفسي اجتماعي ممنهج وغير ممنهج. الأعمار المستهدفة عندنا هي دون سن التعليم، دون 6 سنوات، 4 أو 5 سنوات. نقوم بمركز نسمات لتعليم الأطفال قراءة، الحساب، الإنجليزي، وكمان عنا دعم نفسي، نشاطات ترفيهية، رسم، موسيقى، رياضة. سبع غرف صفية، 6 من هاي الغرف خاصة بالتعليم، وغرفة إسفنجية خاصة بالأركان التعليمية اللي فيها الألعاب التعليمية، بالإضافة إلى مساحة رملية تحوي ألعاب ترفيهية لأوقات الاستراحات. العدد المستهدف هو 75 طفل، 20% من العائدين من مخيم الهول، وفي نسب للنازحين وللمقيمين. يقدم المركز خدمات التعليم، الدعم النفسي الاجتماعي الممنهج وغير الممنهج، ونقل الأطفال من وإلى المركز مدة 5 أيام في الأسبوع.